التحليلي. تتويج تشارلز ملكا في حدث تاريخي ينقسم حوله البريطانيون. عاش الملك، هل ماتت الملكية؟ فشل مفاوضات تمديد اتفاقية الحبوب، ماذا في الأسباب والنتائج؟ موقع يكشف عن علاقات أكثر برودة بين بن سلمان وبن زايد، هل تنجح محاولات إصلاح الخلافات؟ في وثيقة اليوم، الأمم المتحدة تحذر، إرث العبودية يرهق مجتمع السود في الولايات المتحدة. وفي قضية اليوم، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصلي في الجامع الأموي، كيف يرسخ المشهد هزيمة مشروعات الفتنة والتحرير؟ التحليلية يعاد بثها في الأوقات الآتية.